بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ الشيخ سيد سابق رحمه الله: في أنواع النجاسات ذكر الميتة الدم، قال الثالث لحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطباع السليمة. فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة كما ذكرنا، يعود على المحرم المتكرر عود الضمير عليه في الآية. فالميت والدم المسفوح ولحم الخنزير كله رجس، ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء، بل الصحيح أن الخنزير كله نجس، أن لحمه إذا كان نجسا ونص على ذلك رغم أن أنه ميتة، فلا بد أنه يستفاد شيء آخر من النص على رجسية لحم الخنزير، فهو رجس حتى حال الحياة لأنه خص بالنجاسة، فلا بد أن يكون هناك معنى زائد على معنى كونه ميتة. فإن جميع ما لا يذكى إذا سواء ذبح أو لم يذبح فصار ميتا كان نجسا، النص على نجاسة لحم الخنزير رجسيته على أنه رجس دليل على أنه رجس قبل أن يكون ميتا، فهو رجس حال الحياة، وطالما كان رجسا فجلده كذلك وشعره كذلك، فالخنزير كله رجس والله أعلم. إلا أن هذا محل نزاع، ولا نزاع في لحمه وجلده وعظامه ونحوها. هل يطهر جلد الخنزير بالدباغ؟ على عموم أيما إهاب دبر فقد طهر، الصحيح أنه لا يطهر، لأنه إنما يطهر جلد الميتة بالدباغ إذا كان سبب نجاسته الموت، وهو ذكاة الأديم دباغه. وأما الخنزير فقد اجتمع فيه سببان للنجاسة، فلا يصح أن يكون الدباغ مطهرا له. فالملابس والأحزمة المصنوعة من جلد الخنزير منتشرة في الغرب، فإنها نجسة لا يجوز لبسها ولو كانت مدبوغة، ولا تحل الصلاة فيها. المواد المستخرجة من الخنزير أصبحت منتشرة في الطب انتشارا كبيرا، كثير من الهرمونات والإنسولين منها، وكثير من يعني المواد الطبية قد تستعمل فيها أجزاء من الخنزير، وبعض الخيوط تصنع من أمعاء الخنزير. والصحيح أن هذه كلها نجسة، ولم يعد هناك ضرورة لاستعمال إنسولين الخنزير لإمكانية استعمال الإنسولين الآدمي المصنع في المعمل. أما إذا لم يوجد فاضطر المريض إلى ذلك لحفظ حياته ووعيه وعقله، فهو جائز للضرورة. قال: قيء الآدمي وبوله ورجيه، رجيع الغائط. قال: ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: في اللذين يعذبان.
قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، لا يستنزه من البول، لا يستنزه من بوله. فنجاسة البول بهذا الحديث مع الإجماع، والغائط كذلك، والأمر بالاستنجاء دليل على النجاسة. وأما القيء فهو قياس على الرجيع، لأنه يدخل الطعام والشراب طاهرا بالإجماع ويخرج نجسا بالإجماع، ففي أي لحظة تغير لا يمكن أن يضبط ذلك إلا بدخول المعدة، دخول يعني البلعوم ما كان متجاوزا لما يقدر الإنسان على لفظه من تجويف الفم الخارجي. فإذا دخل أكثر من ذلك فهذا الذي يصب عليه من العصارات ثم يخرج هو بعد ذلك من أي جزء من البدن فهو نجس، لأننا لا نستطيع أن نقول هناك مرحلة معينة. يعني يكون كما ذكرنا هو طاهر إجماع ويخرج الغائط نجسا بالإجماع، ما الذي تغير؟ متى تغير؟ واحد يقول لا طب ده بعد القولون المستعرض مثلا، واحد يقول له الدليل بعد الأمعاء الغليظة، الدليل الأمعاء الرفيعة، الدليل المعدة، الدليل. يبقى إذن بمجرد ما دخوله في هذا الجهاز بعد ما دخل من تجويف الفم هذا هو الذي يمكن ضبطه، دخل الجوف لم يدخل الجوف، إذا كان خارج الجوف فلا يزال طاهرا، فإذا دخل في الجوف فقد صار، إذا خرج منه بعد ذلك صار نجسا. وبداية ذلك كما ذكرنا المريء والمعدة أو البلعوم، يعني إذا كان الأمر كذلك. قال إلا أنه يعفى عن يسير القيء، أنا لا أعلم دليلا على ذلك، إلا أنه قد يقاس على المذي أو يقاس على الدم. الآثار المنقولة عن الصحابة في نحو دم البراغيث والقطرة والقطرتين، والله أعلم عنه، أو لأن النص كان على الدم المسفوح المصبوب ولا يقل مسفوح على قطرة أو قطرتين، فالقيء كذلك. على من يقيس يعني؟ على أي الأحوال أولا الأصل أن القيء نجس، والإجماع على ذلك، والخلاف فيه لبعض المعاصرين لا يعتد به. قيء الصبي الصغير إذا كان قد خفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فكذلك في قيئه، إلا أن الأصل أيضا أنه نجس لأنه قيء آدمي. قال إلا أنه يعفى عن يسير القيء ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش. الرش هو أن يغمر المكان بالماء من غير أن يتقاطر، من غير أن تسقط القطرات قطرة الأخرى. قال يكتفى في تطهيره، تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بالرش، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. متفق عليه. هذا الوصف لم يأكل الطعام وصف مؤثر في خفة حمل بول الصبي، في خفة حمل نسب التخفيف في حب الناس في حمل الصبي الصغير وولعهم به، وأنه لا يملك أن يضبط أمر البول فيشق ذلك جدا على الناس. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما. رواه أحمد، هذا لفظه وأصحاب السنن، صحيح صححه أبو داود.
قال الحافظ الفاتح صحيح صحيح شيخ الألباني في سنن أبي داود، وقال الحافظ الفاتح إسناده صحيح. ثم إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوء الناس بحمله المفضي إلى كثرة بولهم عليهم ومشقة غسل ثيابهم فخفف فيه ذلك، والله أعلم. لماذا بول الجارية يغسل ابتداء؟ لأنهم يرغبون في حمل الصبيان أكثر، ولعل هناك سبب خفي لا نعلمه في تركيب بول الجارية وبول الصبي الذكر والأنثى. نحن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق فقال بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل، فنحن نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو لم نعلم حكمة في تكوين كل منهما. الرجيع هو البراز. الودي يقول وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة أما الودي فإنه يكون بعد الغسل فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل ينتهينا خصيتين. رواه ابن المنذر. وعن ابن عباس قال المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور. رواه الأثرم البيهقي ولفظه أما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة. المذي وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كثيرا من، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، إنه يستحي أن يسأل وهو زوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على كثرة الملاعبة أو كثرة التفكير في الجماع فيحصل المذي. قال فقال توضأ واغسل ذكرك. فاغسل ذكرك لأنه يحتاج أنه نجس يحتاج إلى غسل وأنه ناقض الوضوء. رواه البخاري وغيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سهل بن حنيفة قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر من الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منك. رواه أبو داود وابن ماجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صححه الشيخ الألباني. ورواه الأثرم بلفظ كنت ألقى من المذي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فذكرت له ذلك فقال يجزيك يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. الودي والمذي إفرازات في الرجل، إفرازات غدة البروستاتا، وهي الغدة الأساسية في يعني بالإضافة إلى حويصلة المنوية التي تخرج منها إفرازات. حويصلة المنوية تخرج منها المني الآتي من الخصية. وأما الباقي فهو سائل البروستاتا أو إفراز غدة البروستاتا، وهذا الذي يخرج بانقباض يسير لهذه الغدة، وهو كما ذكر عند التفكير في الجماع يكون هو المذي، يكون على رأس الذكر، ليس ماء دافقا وإنما شيء يسير يكون على رأس الذكر قد يصيب الثوب. أما الودي فانقباض شديد أو نتيجة ضغط المثانة على غدة البروستاتا أثناء امتلاءها للوش، فبعدها يحدث نوع من الانقباض فيخرج ذلك السائل، لكن يخرج ثخينا ليس كالمذي يكون رقيقا، ولكن هما في النهاية شيء واحد، أعني مكان خروجهم شيء واحد، أعني مكان إفراز هذه السوائل، ولذلك حكمهما واحد وهو وجوب الغسل وليس الغسل، وجوب غسل الذكر وما أصاب البدن، ويرش ما أصاب الثوب منهما، والله أعلم. زي البول بالضبط، لو خرج أثناء الصلاة يبقى انتقد وضوءه، لو خرج أثناء الصلاة يبقى انتقد وضوءه. لو خرج قبل الصلاة انتقدوا على أي الحال، ده نقض الوضوء، خروج نجس من أحد السبيلين. نجاسة المذي والودي دليل على نجاسة المني. المني لأن المني أصلا يتكون من الحيوانات المنوية التي تفرزها الخصية زائد سائل البروستاتا، والجزء الذي يكون فيه تكون فيه هذه الحالات المنوية هو هذا السائل اللزج الذي تفرده غدة البروستاتا، فهو مكون منهما. فمن يقول بطهارة المني لم ينتبه إلى أن المني متضمن أو جزء كبير منه هو المذي، لأنه خارج من نفس المهر، ما فيش أصلا غدة تانية في الجهاز الذكري في الجهاز التناسلي الذكري غير غدة البروستاتا وغير الحوصلة المنوية والخصية، فالخصية اللي بتطلع وتتجمع الحيوانات المنوية في الحوصلة المنوية وتنقبض عند الجماع أو الاستمناء أو أي شيء آخر فتخرج ما يخرج ما فيها. والجزء الثاني إن هو خارج من غدة البروستاتا فما أصبحش في حاجة تانية. فإذا أقررنا بذلك وقلنا إن المذي نجس إجماعا، يبقى المني حتى لو قلنا الحيوانات المنوية طاهرة، ده لو سلمنا ذلك، اختلطت به بإفراز البروستاتا النجس، فهو لابد أن تأخذ حكمه كذلك إن هو ده، إن لم يكن الأكثر فهو لا يقل عن سائل الحوصلة المنوية. احنا لو سلمنا قلنا إن هي أقول لك مش مولود حاجة نائسة، طب ما أنت مولود من شيء مهين، ما ربنا سماه ماء مهينا، هو قد استحال إلى الشيء الطاهر وهو الآدمي، إن هو كان في البداية شيئا يستقذر، هو كذلك هو يستقذر ويحتاج إلى أن يمسح وأن يلقى. فنقدر نقول كده واحد، إحنا اتخلقنا من حاجة بتترمى في الزبالة يبقى إحنا زبالة؟ لا، ليس كذلك، يعني الأمر لا يؤخذ بهذه الطريقة. فإحنا خلقنا من ماء مهين كما وصف الله، وقلنا حتى لو سلمنا ان الحيوانات المنوية طاهرة فقد اختلطت به بشيء اخر نجس، فالمني اصبح مركب من حاجتين،
فهذا الذي خرج من الجهاز التناسلي للرجل هو كذلك. فهمي يا حلم. لكن هو نجاسة الاثنين دول من أقوى الأدلة على نجاسة المني. لكن المني خفف في تطهيره كما سأتي. يبقى أن المذي من المرأة إفرازات فرج المرأة عموما هي عبارة عن غدد منتشرة في جدار المهبل ليس فيها أكثر من ذلك، تفرز إفرازات مخاطية، ويمكن أن يحدث عند الجماع أو عند التفكير في الجماع نوع من الانقباض أو مقدمات الجماع لهذه الغدد، فيحصل كثرة في إفرازات هذه الغدد المبطنة، هي غدد مبطنة لجدار قناة المهبل، ويترتب على ذلك هذه انقباضها بدرجات متفاوتة خروج هذا السائل الذي يسمى المني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الرجل المرأة ثم أقحط يعني لم ينزل المني، يعني حدث شيء منع من الإنزال، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ. هذا كان قبل أن يوجب الغسل من تغييب الفرج في الحشفة في الفرج الفرج. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان ثم جهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. طب يبقى الجزء الذي استدللنا به على نجاسة رطوبة فرج المرأة وهو قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ما أصابه من المرأة، فهذا دليل على لزوم غسل ما أصابه من رطوبات فرج المرأة، فرطوبة فرج المرأة نجسة، وهذا الذي دل عليه الدليل. قال المني ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، قل والظاهر أنه طاهر، قد قلنا الراجح النجاسة. قال ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار. وهذا نوع من الإزالة وإن كان قد خفف فيه كما ذكرنا لأنه يفرك إذا كان يابسا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة حشيشة، رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه. لو قلنا هو عن ابن عباس رضي الله عنه حتى لو كان كذلك فقوله إنما يكفي أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة دليل على أنه بمنزلة المخاط، فهو يكتفى بتطهيره بالمسح، لا يلزم أن يكون منزلة المخاط في كل شيء حتى في الطهارة، وإنما في تيسير الإزالة، وأنه لا يلزم غسله بالماء، ولكن يكفي أن يمسح بخرقة أو بإذخرة أو يفرك أو يغسل إذا كان رطبا، كل ذلك يجزئ والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.